في الاخر ترى وثابته هذه، وحتى حد من النجم ينكرها، لانه ظروف اليوم النجم في سهل صعيبه برشا برشا برشا، مشاكل كثيره واخرهم مشكل كوليبالي، مشكل كوليبالي الكبير اللي ورط النجم، معناها نقوله وانا قلتها جريمه في حق النجم في سهل. بلاي قانونا منصف، بلاي قانونا منصف قانونا، نحب راي قانوني خاطر بكري سمعت بعض الاذاعات الجهويه في سوسه، فما شكون يحكي انه النجم الرياضي الساحلي ممكن ترفع دعوه وتكسبها خاطر عندها الحق بمنه لم تكتمل مده 3 أشهر بدون خلاص مستحقات اللاعب. قانون حاجه من موضوع كوليبالي ام باش نقول حتى مثل تونسي ممكن مش باهي مش لازم نستعمله. اي قدم لا يكار يا ولدي هذاك هو هذاك هو هذاك هو والله هذاك بديع. شوف شو دوا الحين كوليبالي هو النجم اللي سهل اللي اخلاقيا وقفت مع كوليبالي بعث تنبيه مثل ما تخولوا له القوانين باعتباره عنده 4 أشهر مش خالص. النجم اللي سهل عرض شهر خلاص على محاميه وطلب الامهال، ولكن اللاعب نوتيفيكاسيون من الفيفا، جات النوتيفيكاسيون للنجم الرياضي الساحلي قبل مقابله النادي الافريقي، واللاعب يصبح حر من تاريخ الوصول للوثيقه من الفيفا. يعني اليوم الملاعبي حر، الملاعبي عنده نزاع مع الاهلي تعهد بالتضامن صحيح، ولكن النجم تعهد بحلول بحلول باش يحل محل اللاعب في الخلاص. معناها خلينا نوقفوها، معناها غدوه كوليبالي نجم يوقع مع اي نادي حر. ويقعد نجم رياضي الساحلي يخلص في الدين تجاه الاهلي المصري. بديع بديع فما كلوز. وذلك علاش النجم الساحلي اليوم باش يقدم شكوى زاد كذلك خلى بالالتزامات نتاعو، واللاعب هذايا وقع عرض عليه الفلوس. يعني النجم الساحلي عنده طريقه الدفاع هذايا، ولكن هذايا ينجم ياخذ وقت، وفي الوقت هذا الكل اللاعب اليوم حر، واللاعب نجم يلعب. ونتذكروا النجم الرياضي الساحلي خلينا نقول خسر روحه، تذكروا الاسبوع الفارط قال راني خيرت ندفع فلوس الاهلي المصري باش ما نلعبش بمصير النجم الساحلي في امور اخرى. يعني 1.5 مليار كان تمشي في بلايص اخرين خلص بها الاهلي.